بعد ما أصبحت صناعة المحتوى مصدر للربح، اتجه البعض إلى صناعة التفاهة أو المحتوى الفارغ أو المسيء أحياناً على تيك توك، وخصوصاً البث المباشر، بحثاً عن الهدايا اللي تتحول على الأسف إلى أموال حقيقية. لسه كنا نتكلم في نفس الموضوع بين المحتوى الهادف والمحتوى التافه البزيد مع زميلتنا إلهام العريني. نتابع. منذ ظهوره في عام 2018 حظي تطبيق تيك توك بشهرة واسعة بين أوساط المجتمع، وصار من أكثر التطبيقات المستخدمة في العالم ومصدراً للربح أحياناً. فمن خلال إجراء البث يستطيع المستخدم تجميع أكبر قدر من المتابعين، وبالتالي يقوم تيك توك بمنحه بعض الهدايا الافتراضية التي يمكن تحويلها فيما بعد إلى أموال حقيقية. خلونا نشرح هذه المسألة أكثر. لنفترض أن عندك متابعين وأعجبهم محتواك وقاموا بشراء عملات معدنية ليرسلوها إليك كهدايا، وتمثل كل 100 قطعة معدنية 1.29 دولار. بعد فترة تتحول إلى ألماس افتراضي، وتقدر تحولها إلى أموال إذا وصلت قيمتها 100 دولار، وتستلمها عبر الباي بال أو أي طريقة دفع آمنة. ومن خلال بعض الحسابات البسيطة نقدر نستنتج أنه علشان توصل للمبلغ القابل للسحب وهو 100 دولار تحتاج حوالي 4000 ماسة، لأن تيك توك بتحتفظ ب 50% من قيمة الماس كعمولة. خلونا نعرض الهدايا الأكثر شعبية ونوضح أسعارها بالريال السعودي. مثلاً الدراجة النارية بسعر 37 ريال و10 هللات، حفلة المسبح يبلغ سعرها 61 ريال، السيارة الذهبية تعادل 372 ريال، هدية الأسد وهي الأكثر طلباً في التطبيق بسعر 372. ممكن يكون الأمر ممتع، ولكن خلونا نشوف بعض المقاطع اللي تبث على التيك توك. أنا سمك أنت العالم، 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 أنا سمك أنت العالم. مدري ايش فيني اليوم يا اخوان، والله ابغى اتهاوش معي. شباب بنات قفزوا. برغم أن التطبيق يدور حول التواصل، إلا أن بعض مستخدموه يميلون للعزلة الاجتماعية لدرجة أنهم لا يهتمون بالعلاقات الحقيقية، وتكون أغلب علاقاتهم مسموحة للجميع متابعتها، ناهيك عن مضيعة الوقت في بعض اللايفات واللي غالباً تكون بلا فائدة، وبتلاحظ وجود الكثير من التنمر والألفاظ السيئة، بالإضافة إلى انتشار محادثات شخصية لا علاقة للناس بها. وممكن نشاهد مقاطع وتحديات مليئة بالتوتر والضغط، وفي بعضها تحصل نهايات مأساوية مثل ما سمعنا الكثير منها مؤخراً. ويبقى السؤال الأهم، هل بالفعل كل ما يبث يستحق هذا الدعم والمكافآت، أم أن البعض يتبناها بسبب الفراغ؟ من الرياض، إلهام العريني، NBC.